والمشكلة انه حتى اخواني كانوا عم يطبقوا علي هالشي لما كنت صغيرة، وفي كل مرة بصدق. ايه كنت هبلة لهالدرجة. عن جد؟ رح روح. ماما انا كيف اشيت للعالم؟ فهعدلك بقى لحد 10 وشوفك هتيجي لحد ما اخلص 10 ولا لا. إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوني، شو ناطرين يا بيبي عشان تشتركوا بالقناة؟ سو هالفيديو هاد هو من سلسلة القصص. بهالفيديو حابة أني أنا أشارك معكم ذكرياتي الطفولية. ما كنتش دوما زي بقية البنات، كانت مسدسات وكنت بتخانق وبتقاتل مع الشباب أولاد الحي هيك لما كنا صغار. يا عيني يا ليلي، يعني الوضع كان مناسب جدا أني أنا بزعج أكتر عدد من الناس. هلا اميغوس، كنت اول مره عم بتشوفني، لا تنسى انك تشترك بالقناه وتضغط على زر سبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، كمان حط لهذا الفيديو بيج لايك وروحوا تابعوني على الانستغرام. تتذكروا الخرافات والكذبات اللي انكذبت علينا في الطفوله؟ نبلش باول كذبه كانوا يكذبون عليها الكبار. روح نام واذا ما نمت رح يجيك الغول. ماما طيب ليه سياسه الرعب هاي؟ ليه كنتي بترعبيني بهي الطريقه؟ رسمت له حتى شكله كيف بيكون، انه هو هيك شيء كبير وانا هيك قزمه مسكينه. ما بعرف ليش تخيلت انه هيك اسنانه سودا وصفرة، وانه يكون هيك رخوي زي السلاين اخضر وعيونه سودا كبيره. ما بعرف، انتوا اكتبوا لي تحت التعليقات كيف كنتوا تتخيلوا هيك فكره الغول اللي كانوا بيحكوا لنا عليه في الطفوله، كيف ممكن كان يكون شكله. اعزائي الاهل، بعرف انه احنا كنا مصايب، وبعرف انه احنا كنا مقرفينكم وكنتوا تستنونا عشان انه ننام، بس يعني كنتوا تقدروا تتفاوضوا معانا في طرق اسهل وابسط انكم تخلونا ننام، زي قصه قبل النوم، موسيقى هادئه، توعدونا انكم حتعطونا شوكليت اذا نمنا. احنا جيل كنا كتير طيب، ليش العنف؟ اكبر كذبه كنت بكرها في طفولتي لقيناكي قدام باب المشفى. ليه؟ مش لانه اخواني كمان كانوا عم بيقولوا لي هالشيء، وانا كنت كل مره ببكي. اوجوع قلبي. شو الفايدة انكم بكيتوني بعدين تقولي يا حبيبتي يا عمري كنا بنمزح معاكي؟ والمشكلة انه حتى اخواني كانوا عم يطبقوا علي هالشي لما كنت صغيرة، وفي كل مرة بصدق. ايه كنت هبلة لهالدرجة. هلا الكذبة التي قهرت بطني، السمك والزبادي اذا تكليهم مع بعض حيجيكي برص. ليه؟ شو استفدتوا يا اطباء العالم؟ ليه؟ انا متأسفة على كميات الزباديات اللي راحت من حياتي. انا من النوع اللي بعشق الزبادي. بس عقولكم، هل كنت بسمع الكلام؟ اكيد لا. كنت كل مرة باخذ علبة الزبادي وبتخبى وباكلها وبكون بستنى امتى حيجيني البرص. بس على فكرة ماما انا كتير مسامحتك، هني سوي هالشي لصالحي، لانه انتو شي ما بتعرفوا انا عندي حساسية، واذا اسوي هالشي فالكريات الحمراء تبعي تنفقع وتنتج عليها انه جسمي يتضخم وتصير عندي كتير حبوب، وبظلني اتعالج لمدة اسبوعين على الاقل عشان ارجع شخص عادي. الكذبة الشهيرة. ماما انا كيف اجيت للعالم؟ كنت كوتي يا عمري انتي. بوسة يا ماما. Really nigga. قديش لما كبرت وقتها بتذكر السنة التاسعة اساسي كنت في الاعدادي، عرفت هاي الحقيقة المرة اللي هي ثالث اعدادي، وشكلي كان زي هيك. كنت بقول هما اهلنا قليلين الادب هيك؟ كنت بتخيل انه كيف كل العالم اجوا بهي الطريقة. الحقيقة انصدمت في مشاعري، ضليت اسبوع افكر انه كل العالم قليلين الادب، مو بس اهلنا، انه انا اجيت عن طريق. انا انخدعت فيكم. اخر كذبة او تحيل او نصب صار لي في حياتي لما كنت طفلة، بدي ارجع طفلة وانتقم. بتروحي للبقال وانا حعدلك للعشرة، خليني اشوفك تقدري تسويها او لا. تيجي جارتكم تلاقيكي برا في الشارع عم تلعبي، فتيجي تتحيل عليكي عشان تخليكي تروحي لها البقال، فشو بتقلك؟ روحي للبقال واشتري لي كذا كذا. وانا بتحداكي انك انت تروحي للبقال في 10 ثواني. يلا روحي، انا حبلش هلا اعدلك. 1 2 3 4 10. قديشني كنت حمارة. مينا يا حبيبتي، روحي بقى السوبر ماركت وهاتيلي الحاجات، وهعدي لحد 10 وشوفك هتوصلي في 10 دقايق ولا هتتأخري عن كده، وهجيبلك حاجات حلوة قد. فهعدلك بقى لحد 10 وشوفك هتيجي لحد ما اخلص ال 10 ولا لا. عن جد؟ رح روح. جدي جد جد، ايه ده؟ عشرة. سترة.
قديه عن جد كنا هيك جيل طيب، جيل سبيستون، جيل كتير بريء ومسالم. اقوى الشقاوة تبعنا كانت انه ندق الجرس على الجيران. سو جايز هذا هو كان الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا بيج لايك، واكتبوا لي تحت في التعليقات قصصكم، الكذبات اللي انكذبت عليكم وصدقتوها في الطفوله، شاركوني كل شيء. وهلا بقول لكم ديروا بالكم حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامه، باي. اشتري الحاجات في السوبر ماركت وهعدى لحد 10. مثلي. اعمل ايه يا حبيبتي؟ كده مثلي يلا.